وبين الشاهينية والشاهينية بن حسين وبن دعفوس، هناك شاهينية لسالم سعيد بن سيف بن حسين العليلي صاحبة المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي، دقيقة 47 ثانية. تهانينا والناموس بسم الله على بركة الله وحفظه. أيها الإخوة، انطلق شوط جديد من انطلاقات الخير. يا سلام، شوطنا بنقول شوطنا الثالث في مجموع هذه الأشواط، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. الله، يا المركز الأول مشكورة في المركز الأول، ناصر بن حمد بن سهيل الشامسي حشيمة، تأتي ثانيا سالم بن سعيد بن سيف بن حسين العليل المركز الثالث، هناك من تأتي في هذه اللحظات الباهية لأحمد بن شخبوط بن علي بن سعيد الكعبي، نقلتنا على المركز الرابع، هناك من تأتي اللي هي تعويض لمحمد بن راشد الضبعة. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الله، يا مشكورة مسيطرة على المركز الأول، صامدة على مقدمة الشوط، ولكن بن حسين يبى النقطة الثانية، بن حسين يبى السلام الثاني لهالمشرف سالم بن سعيد بن سيف بن حسين العليلي، وصل التعويض اللي في المركز الثالث. أيضا هو هناك لمحمد بن راشد الضبعة الشبي. هكذا كانت النتيجة. حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للمراكز، دعناها عليكم بالوفو التمام، والميتين المتر الأخيرة اللي يفصلنا عن خط النهاية، اللي يفصلنا عن المركز اللي عن خط النهاية. ولكن تعويض ولا مشكورة ولا الشاهيني ولا حشيمة، اللحظات الأخيرة محمد بن راشد الضبعة، تهانينا والناموس. المركز الثاني لسالم بن سعيد بن سيف بن حسين، المركز الثالث ناصر بن حمد بن سهيل الشامسي، المركز الرابع أحمد شخبوط بن علي الكعبي. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم اللي هو التمام. دقيقة 49 ثانية 50 جزم الثاني، تهانينا لمحمد بن راشد الضبعة الاجتبي.